السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هنعمل مع بعض كيكه الحليب الساخن او كيكه الحليب السخن. طريقه سهله وبسيطه وهتعملوها على طول ومش هتاخد منكم اي وقت خالص. طريقه هشه كده وطريه وممكن تتفرفت منكم من كتر ما هي طريه. جميله قوي، طعمها حلو جدا وهتعجبكم قوي. تابعوا معايا الفيديو عشان تشوفوا الطريقه، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك في القناه. هنا جبت بيضتين بدرجة حرارة الغرفة وكوباية دقيق وثلاث أرباع كوباية سكر، نص كوباية لبن، ثلاث معالق زبدة، كيسة كيك شيف اللي هي البيكنج باودر، وكيسة فانيليا. هنا حطيت البيض والسكر مع بعض والزيت وهقلبهم كويس جدا لحد ما يفتحوا قوي بالمضرب، مضرب كويس قوي، مضرب كهربائي او مضرب يدوي مفيش مشكله، اي حاجه عندكم متاحه تقدروا تستخدموها. هضرب لحد ما اللون يفتح جامد، تمام؟ اللون يفتح اهو بقى حلو قوي، هو ده اللي احنا طالبينه او اللي احنا عايزينه. بعد كده هننزل كوبايه الدقيق منخوله وعليها كيس بيكنج باودر على الخليط اللي احنا عملناه، وهقلبهم مع بعض كويس. هو الخليط هيبقى تقيل شويه بس هنخففه وما تقلقوش، تمام؟ هنا قلبت الخليط كويس لحد ما الدقيق كله دخل في الخليط عشان خاطر ما يبقاش في حاجه مكلكعه. هجيب نص كوبايه حليب وعليها 3 معالق زبده وهحطهم كده على النار لحد ما يوصلوا لدرجه الغليان. هما كده خلاص بقى يغلي عندي الحليب والزبده مع بعض، ما تقلقوش البيض مش هيستوي ولا هيجرى له اي حاجه، بس لازم نقلب بسرعه. يعني حتى لو هو البيض مش هيستوي هو كده كده لازم نقلب الخليط بسرعه. هنا قلبته كويس والخليط هيبقى خفيف جدا يعني، وبعدين شايفين القوام بتاعه خفيف قوي. بعدين في الاخر خالص نزلت الكيس فانيليا، ولو انتوا عايزين تكتروا اكتر مفيش مشكله، وحطيتها في قوالب الكب كيك لمدة 35 دقيقة، يعني من 35 دقيقة ل50 دقيقة حسب القالب اللي انت حطاها فيه. بس هنا اخدوا معايا 35 دقيقة بالظبط وكانوا جاهزين، وده شكلهم في الاخر. الكيكة طرية جدا، الكيكة طرية جدا وهتعجبكم قوي وهتعجب اطفالكم. السكر بتاعها معتدل، ممكن تحطوا اي صوص عندكم انتوا حابينه، وده شكلها النهائي. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في الكومنتات وتشجعوني عشان اقدر اعمل لكم فيديوهات تانية احسن من كده كمان.